الحمد لله اشترينا كحك العيد وتمام. انا بعمله في البيت. يعملوه في البيت. مش موضوع اوفر، بتبقى فرحه للاولاد بس مش اكتر. انا اشتريته، انا مسيحي بس اشتريت كحك العيد واشتريت الغريبه والبسكويت. المدام ما بتعرفش تعمله، طب نشتري جاهز. روحنا جبناه من عند العبد. منين نشتري كحك عيد؟ احنا عايزين نشتري عيش. عملت عندي في البيت. ما بره غالي طبعا. يعني ب 48 الكيلو. كان زمان بقى بنعمل في البيت، دلوقتي خلاص